أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل المواطن أحمد عمر القريب من معسكر عناتوت في حيفا هيدات شرق بلدة عناتة بالقدس المحتلة. وأكد صاحب المنزل أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال طوقت منزله فجرا وطلبته وعائلته المكونة من 20 نفرا بمغادرة المنزل توطئة لهدمه، فيما شرعت طواقم خاصة بإخراج الأثاث لتباشر الجرافات أعمال الهدم وتسوية المنزل بالأرض. في موضوع آخر، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر اليوم حكما بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك. وفي هذه الأثناء تواصل إسرائيل حملتها لاعتقال نواب من حركة حماس في الضفة الغربية. وفجر اليوم اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي النائب عبد الجابر فقهاء بعد مداهمة منزله في ضاحية المصيون برام الله، ليكون بذلك النائب الرابع من كتلة التغيير والإصلاح الذي تعتقله إسرائيل في غضون 5 أيام، إضافة إلى وزير القدس السابق خالد أبو عرفة. واليوم أيضا اعتصم العشرات من أهالي الأسرى ونشطاء حقوق الإنسان أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة تضامنا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ورفضا لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها لكل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بالأسرى، لا سيما أنها مستمرة في انتهاج أبشع أساليب التعذيب بحقهم. في الشأن السياسي، قال مسؤولون فلسطينيون أن ضغوطا كبيرة تمارس على القيادة الفلسطينية للاستمرار باللقاءات الاستكشافية، في وقت أكد فيه مصدر أوروبي أن مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ستطلب اليوم وخلال اجتماعها مع المسؤولين الإسرائيليين بضرورة تنفيذ سلسلة من خطوات بناء الثقة مع الفلسطينيين لتشجيع القيادة الفلسطينية على الاستمرار في هذه اللقاءات. في موضوع آخر، أعلن مساء أمس عن التوصل لاتفاق بين جامعة بيت لحم ومجلس اتحاد الطلبة ينهي اعتصام الطلبة المتواصل منذ 6 أيام. وقال مجلس الطلبة أنه تمت الموافقة على جميع مطالب المجلس المتمثلة بإلغاء الغرامات على الطلبة وإلغاء قرار رفع الأقساط الجامعية والاتفاق على إعادة صياغة صندوق الطالب المحتاج، كما تمت الموافقة على أن يكون مجلس اتحاد الطلبة عضوا فاعلا ومشاركا في لجنة المنح. أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة أن مجلس النقابة أعلن إضراب جزئي تحذيري ومغادرة مكان العمل يوم غد من الساعة 1 ظهرا وحتى نهاية الدوام، وإعلان إضراب شامل تحذيري في اليوم الذي يليه، وعدم التوجه إلى مكان العمل في الوزارات والمؤسسات. وقال زكرنا إن هذا الإضراب التحذيري للتضامن مع موظفي وموظفات وزارة المرأة ردا على قرار مجلس الوزراء الصادر بحق الموظفات 7 بالنقل والإنذار. ونختم الموجز بهذا الخبر. تعتبر فلسطين كدولة نامية من أكثر البلدان تضررا من تأثيرات التغير المناخي، مما يؤثر على كافة نواحي الحياة من زراعة وتوفر المياه والتنوع البيولوجي والصحة العامة. ومن هذا المنطلق عقد المركز الثقافي الألماني الفرنسي في مدينة رام الله ورشة عمل بحثت كيفية مواجهة هذه المخاطر فلسطينيا. نهاية الموجز. بإمكانكم متابعة المزيد من التفاصيل من خلال مشاهدة نشرة وطن الإخبارية عند الساعة 8 مساء. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.